يعني كان احمد راضي قريب الى برشاقته. اوكي ان شاء الله. بس انا اللي عرفت انه انت ملحق على جمول قالوا لعب وياه، صحيح هالحكي؟ هذا خالد مثلك انا عمري 50 سنه. علي انا جدا اشكرك وان شاء الله نلتقيك بحلقات مقبله، شكرا جزيلا على حضورك. حبيبي وعلا وبارك الله بيك. شكرا. وشكرا جزيلا وبارك الله بيك ومبروك على زواج ابنك البكر. شكرا. علي شكرا. تمنيات لهم بالرفاه والبنين. شكرا بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله. شكرا جزيلا. شكرا. وأنتم أعزائي المشاهدين رحلتنا وصلت إلى نهاية المشوار، لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج توني بعيني والمنفذ محمد حسين أجمل تحية. راسلونا على الإيميل الموجود أسفل الشاشة وعلى صفحة البرنامج في الفيسبوك، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.